بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم معنا في درس جديد من السلسلة. النهاردة هنتكلم على الفانتازي تايتل ديزاين، ويعني المحاضرة النهاردة هتكون ادفانسد شويتين، فمحتاجة شوية تركيز وممكن تتعاد مرة واثنين وثلاثة وأربعة، بس بصراحة التكنيك جميل ومفيد جدا. نروح الاول، اول حاجه هنخلي الكالر ديبث بتاعنا 32 بت، يمكن ده يتقل الموضوع شويه، بس هناخد جلو كويس وهناخد كمان لايتنج كويس. بعد كده اول حاجه هنعملها نروح على نيو كومبوزيشن، وهنسمي دي تايتل، او خلينا نسميها مين، ونخليها 720، وهنعمل اوكي. بعد كده نروح للتكست وهنكتب اول كلمه اللي هي ايبك، وخلينا نروح للفونت، افتكر انا نزلته سوبر ناتشرال نايت، ونكبر الفونت شويتين كده كده مش مشكله، هنعمل له سكيل بعدين. واهم حاجه نروح لبي ونقول له ريسيت بوزيشن عشان يبقى في السنتر. عايز اقول لكم حاجه، اي صوره او اي تايتل حطه جوه كونتينر او حطه جوه كومبوزيشن، بحيث لو حبيت تغير فيه وانت حط عليه افكتس اصلا فما تعيدش كل حاجه تاني، او يبقى التغيير سهل. فبما ان عندنا ده كنترول شيفت سي، ودي هنسميها تايتل اندرسكور تايب، عشان نعرف ان دي تقريبا احنا مش هنيجي يمتها اصلا. تمام. بعد كده هناخد الكومب دي وهنعمل كنترول دي، ودي هنسميها تايتل اندرسكور بيفل. اوبس، تايتل اندرسكور بيفل. بعد كده هنبري كومب دي تاني كنترول شيفت سي، ودي هنسميها برو فايل، وموف اول اتريبيوتس، وهنعمل اوكي. اصبح كده عندنا واحده هنشتغل عليها البيفل، ودي اللي في كل شغلنا هيبقى على دي، ودي هتبقى للتايتل فقط، وهنعرف فايده دي بعدين. دبل كليك على التايتل بيفل بروفايل ونخش هنا. طبعا هنلاقي التايب بتاعنا عادي جدا. اول حاجه انا عايز الاول اعمل الايدجز، فاروح على التايتل بيفل، وهروح على لير، لير ستايل، انر جلو. انر جلو زيه زي فوتوشوب، هفتح انر جلو بس هخليه بلاك. بالمناسبه شغلنا هنا هيتم على ديسبليسمنت، فخلي في دماغك دايما قاعده بتقول ان اللون الاسود بيبقى تحت واللون الابيض بيطلع لفوق. فهنخلي البلند مود، مش عايز سكرين، انا عايزه نورمال بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم عليه، الاطراف دي. الحاجه الثانيه التكنيك، نخلي بالنا ان هو ما يبقاش سوفتر، يبقى بيرسايز. وهنروح للسايز، وهنا بقى نشتغل على الايدج. فكل ما كل ما نقرب البوينتس دي من بعضها كل ما هناخد شارب ايدجز. يعني بالمنظر ده انا هاخد سوفت ايدج كده سنه، لا انا عايزها شارب ايدج بالشكل ده كده، حاجه كده مثلا. تمام، حاجه بالمنظر. بعد كده هزود شويه الاوباستي عشان يبقى الافكت ظاهر، وهنا انا مش محتاج اي حاجه تاني. طيب نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، وهي الانتي اليسنج. الاطراف هنا دي هتعمل لي مشكله، وهتعمل لي فليكر لو انا جيت اشغل الفيديو. فعشان نطلع بره المشكله دي كنترول الت واي عشان نحط ادجستمنت لاير، وهنحط بوكس بلر، بفضل استخدمه قوي عن الفاست بلر، ريبيت ايدج بيكسلز، وهندي 1 بيكسل بلر بس، اكتر من كده مش هدي له حاجه. في حاجه مهمه جدا، ان الديسبليسمنت مش هيتعامل مع الالفا شانل، ديسبليسمنت ما بيتعاملش مع الالفا تشانل. يعني لو وديت الافكت ده
او لو اديت الكومبوزيشن دي الافكت بيشتغل ديسبليسمنت زي تربل ديسبليسمنت او ديسبليسمنت ماب او سي سي جلاس، مش هيتعامل مع الالفا، وانا عايزه يتعامل مع الالفا. وانا عايز اقفل الالفا عشان كده كده مش هتعامل معاه. عشان اعمل الموضوع ده، لو نفتكر من المحاضره اللي قبل كده كنا بنتكلم على اللي ادفانسد الكتريستي اف اكس، الفكر كان مشهور قوي في التيتوريال ده بالذات اللي هو سوليد كومبوزيت. هيديني سوليد وهخلي لونها بلاك، خلاص كده الالفا راحت بالسلامه. هعمل يو يو والسايز ده هصغره شويه كمان. لغايه كده انا مش محتاج اي حاجه من دي. هرجع للمين عشان تعرفوا انا جايب الصور منين وهو كمان هو جايبها منين. فلو رحنا هنا وكتبنا موقع بيكسلز، انا كنت بسرش على فيلد، تمام. ممكن نسرش على افتكر ان هو على رود فورست. انا خمنت وفعلا طلعت الصوره اللي كانت موجوده في التيتوريال نفسه اللي هي دي، تمام. رود فورست، خد اي صوره تعجبك، كل ما كان فيها حاجات فيها ريفلكتيف كل ما هتبقى احلى. يعني صوره زي دي افتكر هتبقى ظريفه، ودي تحفه. فانا هعمل فري داونلود، على فكره تعمل عليه حساب فري، هقول له داونلود. بسم الله ما شاء الله الريزولوشن تحفه، تمام. فهعمل سيف وهاخد واحده كمان زي دي، تمام. نستنى داونلود وهقول له اوبس، اقول له داونلود سيف، تمام. ممكن بالمناسبه دي طبعا شاتر ستوك و20 وكلام من ده، فمش هتجيب معانا. لو احنا جينا هنا كتبنا دارك، مش عارف دي هتجيب لي ايه، بس ما علينا. دارك ماونتن، والله جابت حاجه تحفه، دي اللي كانت ورا كلمه ايبك على فكره. حلوه دي، تمام. وهقول له داونلود، تمام. ودي كمان ظريفه جدا، فهقول له داونلود. وافتكر لو دورنا بكلمه بارن اللي هي حقل، او ممكن خلينا بكلمه فيلد نجيب حاجات فيها شمس كده وفيها غروب ظريفه، تمام. وناخد دي داونلود، وافتكر كده كفايه قوي على اللي احنا بنتكلم فيه. ده موقع بيكسلز تحفه في الصور. لما عملت بتاع جانجل بوك انا دورت هنا بجانجل، كانت جت واحده جميله قوي هوريها لكم حالا. افتكر هي جت في اول صف او في ثاني صف، اهي كانت رائعه. المهم ننزل كده و دبل كليك وناخد دي، لا مش انتي، 1 2 3 4 5 و اوكي. وهم هنا كده هناخدهم على طول نحطهم جوه فولدر، وهنسمي دول بي جي او انفايرمنت او باك جراوند، وات ايفر احنا عايزين نشتغل على ايه. خلينا نبدا ب الفورست، ناخد دي كده ونسمي دي فورست علشان ما توجعلناش دماغنا في الكومب. وهنعمل كنترول شيفت سي، ودي هتبقى الانفايرمنت بتاعتنا. انا كاتب انفايرمنت غلط بس مش تمام. دي كده الانفايرمنت بتاعتنا. لو عملنا دبل كليك هنلاقي بسم الله ما شاء الله حجمها كويس قوي. يعني سكيل، يمكن سكيل كمان ل 15، لا 17، تمام. ظريفه كويسه. خلاص كده من الانفايرمنت، ونرجع هنا تاني. على الانفايرمنت دي هنحط سي سي جلاس. السي سي جلاس هيعمل ديسبليسمنت زي ما احنا شايفين، وانا قلت ان ديسبليسمنت هنعوز ابيض واسود، الفا مش بتاعتنا. هنروح للسيرفس، تمام. مبدئيا قبل ما نكمل خلونا ناخد الكوبي اللي تحت دي، ودول انا مش عايزهم في حاجه على فكره الاثنين دول. هنشيل سي سي جلاس لان دي هتبقى الباك جراوند بتاعي، اما دي اللي هيبقى عليها الشغل. هروح للسيرفس،
ومن سيرفس هقول له عايز البامب ماب، واضح من كلمه بامب ان انا عايز ابيض واسود، فهقول له هنا انا عايز التايتل بيفل بروفايل. تايتل تايب دي فايدتها هتيجي في الايفكت اللي بعد ده، هقول له زي ما احنا شايفين بيعتمد على مين؟ على لايتنس. تمام. الفا مفيش الفا خلاص، لومينانس مش هتفرق كتير عن لايتنس. طيب خلينا نروح لسوفتنس، دي هتبقى زيرو لان انا عايز شارب زي ما احنا شايفين. هايت هخليها 100، وده الهايت على فكره بتاع اللايت. ديسبليسمنت كل ما هزود كل ما هاخد شارب ايدجز شكلها تحفه بصراحه، وهاخد كمان ديستورشن لللايت، وده بيدي رياليزم لان مفيش ميتال اللايت لو عدى عليه ما بيحصلوش ديستورت، ما بيتشوهش يعني، او ما بيتعرقش زي ما احنا بنقول. تمام. فانا هزود دي حبتين ثلاثة اربعة في الافكت ده، ولا اقول لكم خلي لما العيب يظهر. تمام كده، ده سي سي بلس. طبعا عايز اكت الباك جراوند عشان الافكت ده يبقى لوحده. الافكت المشهور برضو من التيتوريال اللي فات اللي هو ست مات. ست مات بيشتغل يا الفا يا لوما. احنا هنا بسي سي لو شلنا ده كده احنا عايزين نشتغل على اللومينانس، لا خلينا على الفا. تمام. وهروح للانفايرمنت واقول له روح للتايتل تايب. طب التايتل تايب فيها الفا؟ لو دخلنا كده هنلاقي التايتل تايب فيها الفا، فانا هشتغل على الالفا بتاعت التايتل تايب. فهرجع هنا وهروح هقول له فعلا اشتغل لي على الالفا تشانل، لان لو اشتغلت على اللومينانس وخدت له التايتل تايب هلاقي دي هي اللي اتعمل لها فيد. تمام. فانا عايز الالفا تشانل واروح للتايتل تايب كات، نشيل بس الباك جراوند اللي ورا عشان تشوفوها بالظبط كده. تمام. وانفرت زي ما انتم شايفين عكس، لكن انا عايز ده زي ما هو. ده بالنسبه للست مات. طيب لحد كده ماشي. طب ازاي بقى هياخد ال 3D؟ قبل 3D ازاي هياخد الميتال لوك؟ هديها له ازاي؟ عشان دي هنضغط دبل كليك، مش هستخدم يمكن الماب اللي هو هستخدمها، فهروح للاسيتس بتاعتي واروح ل 2D اسيتس واروح لتكتشرز وهروح لماسكس. الفكره انك تستخدم اي صوره ابيض واسود، لو كتبت حتى في جوجل بي دبليو ماسكس هيجي لك كتير اكتر من دول كمان. تمام. فتستخدم اي تكتشر فيها جرانج، يفضل تكون جري سكيل، وايت، بلاك، يكون فيها حاجه زي دي تنفع جدا على فكره، فيها اسود، فيها جري سكيل، فيها ابيض. يمكن الابيض عايز ياخد كونتراست، مش مشكله هنظبطها بكيرفز. تمام. بس عشان ما نطولش في الافكتس وما اطولش عليكم بالمره، خلونا نشوف واحده يكون فيها كونتراست محترم او كونتراست كويس علشان افتكر دي هتبقى ظريفه. فهعمل امبورت وتاكد ان بي ان جي سيكونس مش متعلم عليها، هقول له امبورت. تمام. وكالعاده هقوم واخدها تحت، اتاكد من السكيل. السكيل محتاج ان هو تكفر الكومبو كلها، وكنترول شيفت سي كالعاده، ودي هسميها تكس اختصار لتكتشر، وهقوم اعمل اوكي. دي انا مش محتاجها في حاجه، هنزلها بس تحت واقفل الاي واروح هنا. تمام. لو نفتكر من التيتوريال بتاع الجليتش كنا عملنا حركه زي دي عشان نعمل ريفلكتيف فلور، فهروح هنا وهروح لكومباوند بلر. هو لوحده عمل دي، بس هو خدها منين؟ هو خدها من الصوره، بس انا مش عايز من الصوره، هقول لا خدها لي من التكتشر اهو زي ما انتم شايفين. لو قلت له انفرت هيبقى احلى خلاص. بس طبعا عودوا نفسكم ان ست مات في الغالب اللي بيجي بعدها كده كوركشن، لان لو جه بعدها حاجه زي ما انتم شايفين. فانا هطلع ده فوق الست مات فهلاقيها بالشكل ده، بس في فعلا فعلا المشكله دي ظهرت ان هو بيضيع الايدجز، هيضيع الايدجز. في نقطه مهمه قوي، افكت الجلاس الاولاني ده، الجلاس الاولاني ده اللي هناخده منه حاجه واحده فقط وهي الديسبليسمنت، اي حاجه تانية لا خالص. تمام. ففي الشيدنج الامبيانت هخليه
100%، اما كل ده فهخليه زيرو. تمام. لو جينا دلوقتي شفنا الكومباوند بلر، هلاقي فعلا الايدجز رجعت. لو انا طلعت الكومباوند بلر فوق تمام وبصيت بصيت لده كده كله خلاص بقى اصفار، وفعلا انا مش محتاج منه الا الديسبليس زي ما احنا شايفين. ارجع بالكومباوند بلر تحت السي سي جلاس، لو انا حتى قفلت ده هلاقي نفسي خدت الميتال لوك. طبعا لو انا قللت ده كده فانا بزود الجرانش زي ما احنا شايفين. افتح السي سي جلاس هلاقيه بالمنظر ده كده. هخف بس الامبيانت شويه، خلي بتاع 90 ولا حاجه وسنه. تمام، حلو قوي كده. طيب ال 3 دي لوك هجيبه منين؟ قبل ال 3 دي لوك انا عايز يبقى عندي ريفليكشن زياده، يعني عايز يبقى عندي ريفليكشن زياده، اجيبه منين؟ الجماعه اللي بيشتغلوا 3 دي عندنا حاجه اسمها اليو في. اليو في اللي هو تكرار التكتشر على المجسم، او ازاي التكتشر بتغلف المجسم. موضوع التكتشر في اي حاجه في الدنيا بيبقى له حاجه اسمها ريبيت، يعني بتتكرر قد ايه. الافكت ده هنعمله هنا دلوقتي بمين؟ بالموشن تايل. مش احنا اعتبرنا ان الصوره اللي جوه الانفايرومنت دي عباره عن تكستشر للريفليكشن، تمام؟ فانا عايز اكررها. اطلع قبل الجلاس وتعالى على التايل ويت وقللها شويه عشان اوريكم هي هتعمل ايه. تمام، هنقفل السيت مات خلاص، ولو رحنا قللنا ده ده اللي هيحصل. هنعمل ميرور ايدجز هتحس انها شبه الاتش دي ار اي. تمام، وهنعمل ده كده. تمام، بصوا اللي بيحصل في الريفليكشن، اظن انتم شفتوا الدنيا هنا عامله ازاي. طيب مفيش داعي بقى للكلام ده، نعمل سيت مات ونيجي هنا هنشوف فعلا اللي بيحصل في الريفلكتيفيتي لو احنا عملنا حاجه زي كده. تمام، طبعا ممكن نروح ل كيرفز نرفع ده كمان فوق سي سي كلاس و ممكن نغمقها سنه لو احنا طلعنا الباك جراوند. افتكر الباك جراوند ما فيهاش كونتراست عالي او الشادو فيها ملبن حبه، ف هنطلع دي كده شويه وافتكر كده الدنيا تمام. طبعا عايز تتحكم في الريفلكتيفيتي مفيش مشكله، زود قلل براحتك حسب الديزاين بتاعك ما يطلب، انا افتكر كده الدنيا تمام. طيب كده خلصنا من ده خلصنا من ده خلصنا من ده خلصنا من ده. هنجيب ال 3 دي لوك منين؟ من اللايتس. لو احنا رحنا للانفايرومنت تاني وعملنا سي سي جلاس مره تانيه نفس الليله خلاص، بس ده قلنا يبقى فوق الست مات. في ده بقى انا مش عايز ديسبليس اوبس ولا عايز سوفتنس. كالعاده برضه هقول له ان السيرفس بتاعي هو البيفل بروفايل وده يبقى 100 خلاص. بس ده بقى لو جينا نبص على اللايتنج مش هيبقى اللايتنج من هنا كده تمام، هيبقى اللايتنج من اللايت بتاعت الافتر افكتس. طب تعال نحط لايتس، هروح لنيو لايت بوينت لايت تمام. هنخلي ده عباره عن بلو بس يعني باهت شويه، مش مشكله. حتى لو اقول لكم حاجه خليها اورنج تمام، خلي اي حاجه في اي حاجه دلوقتي وتمام الدنيا زي الفل. فول اوف نون وما يلو اوكي تمام. هطلع ده فوق مثلا عشان اخد الهايلايتس على الايدجز ونروح لده.
بصوا بقى هنا في اللايتنج هقول له من هنا AE lights كده بالشكل ده. لو ضغطنا على B وشفنا Z هيودينا فين، ده كده خده من الـ EE، من الـ AE lights حاجة كده. مثلا لو فتحنا الباك جراوند هنلاقيه بالشكل ده. الباك جراوند سي سي جلاس، مش عايزين سي سي جلاس على الباك جراوند، نروح هنا في الفور جراوند. تمام، وكده كل حاجة تمام. فاضل بقى نروح للشيدنج واروح للسبيكلر، اعلي السبيكلر بتاع ده. بس لازم لو السبيكلر عالي لازم الديفيوز يقل والامبيانت يعني يزيد سنة. هروح للكومباوند بلر وارفعه سنة عشان بس الجرانج يبان. هروح لللايت واعمل ايه، واروح هنا و اخليه فاتح سنة، واروح للكيرفز كده كده اخد كونتراست بعدين. الموشن تايل زي ما احنا شايفين بيأثر على اللوك جامد جدا الموشن تايل، لكن زي ما احنا شايفين غامق. ليه؟ الكي لايت بتاع الافكت ده الامبيانت لايت. تمام، يعني لو احنا رحنا لاير نيو لايت لازم نحط امبيانت لايت. خلي الامبيانت لايت واخد من البيئه المحيطه حاجه زي كده مثلا، بس هنخلي دي مثلا 70% ولا حاجه، لان ده لو ابيض كان دي هتبقى 50%، لكن احنا غمقناه سنه زي ما احنا شايفين. تمام، فهيبقى مثلا اعلى سنه وهنعمل اوكي. ها ستارت ان احنا ناخد اللوك بتاعنا AA، وهنخلي ده زي ما قلنا مثلا اورنج حاجه كده مثلا وكده. نضغط B نشوف. حلو قوي ده. تمام، نرفع فوق. جميل، نرجع تاني للانفايرمنت. ايه اللي عندنا بعد كده؟ عندنا ان احنا نكمل باللايتس شويه. هروح اعمل كنترول دي على اللايت، وهعمل بي ارجع زد بزيرو، واخد اللايت ده واخده تحت هنا كده، واشوف زد ظروفها ايه. هضغط AA واخلي ده وليكن واخد يعني اي كلر، اي كلر من الارضية كده بالظبط، حاجة كده. ونعلي ده شوية كده، كنترول دي، ناخد ده الناحية التانية، بس مش الناحية التانية قوي عشان لو عملنا كده هنعمل فلات. تمام، فنخلي ده كده. متهيألي اللايت محتاج ده يخف شوية، وده AA، وهنخليه ياخد أي كلر تاني برضو من الباك جراوند، يمكن نطلع للأخضر شوية، وناخده كده. تمام، الباك جراوند بقى عشان يبقى فيه كونتراست هروح للبي جي واعمل كيرفز، وهعمل داركن للباك جراوند شوية. تمام بالشكل ده. نطلع للانفايرمنت ونفتح سي سي جلاس 2. الامبيانت او الديفيوز هنزله شويه مش قوي،
والسبيكولر هرفع، لو السبيكولر ده اقل زي ما احنا شايفين بيبقى بالمنظر ده. الروفنس لو رفعناها هنرفع الميتاليتي بتاعت الاوبجكت او بتاعت الطيب. والامبيانت يعني زي ما احنا شايفين لو عالي قوي هيبقى فلات، لكن طبعا احنا مش هنعليه قوي يعني هيبقى حاجة بسيطة بالمنظر ده كده. طب كده كده جميل، كده جميل. عايزين بقى نشوف دول ده هيبقى ايه. ده اللي هو هنسميه الفلور لايت، واللايت ده هنسميه الانف لايت على اعتبار ان اللايت ده هو اللي واخد الكالرز بتاعه الانفايرمنت. كده حلو قوي على فكرة. و بي كمان تاني. وعلى فكرة انا بحرك زد بس. عندنا ده بي وده هنسميه الباك لايت AA. الباك لايت ده انا عايزه ما يبقاش، عايزه يبقى من الانفايرمنت نفسها. ونضغط بي ويمكن نوصل لبوزيشن احلى فلات خالص زي ما احنا شايفين اللايتنج ليها عليها عامل فظيع في الموضوع ده. فانا عايز اعليه كده شويه واخده على زد شويه. بعد كده ده اللي هو AMB اختصار الامبيانت AA، ولو خلينا ده 50% افتكر هيبقى اظرف، ولو خليناه وايد خالص مش هيأثر معانا في حاجة والدنيا هتبقى أحلى بكتير. تمام. لو رحنا للإنفايرومنت مرة تانية أفتكر كده هنلاقي الدنيا خلصانة، لكن ممكن إحنا نحط بقى حاجة زي الكيرفز وندي كونتراست للتايتل. تمام. لو رحنا للكومباوند بلر وقللنا شويه هنقلل الميتاليتي اللي في الجرانج، لان هي التكتشر اصلا جايه فيها كونتراست عالي زي ما انا قلت في الاول. طيب هنعمل الاكستروجن ازاي؟ بس قبل الاكستروجن لو احنا قفلنا الفيور ده كده وعملنا او رحنا للتايتل او البيفل تايتل بروفايل، انا قفلت الفيور ده عشان لما انقل الكومب دي اللي قدامي ده ما يتغيرش. ونروح هنا وهنحط كيرفز، وبصوا كده لو احنا غيرنا في الكيرف ده هنغير في النحته بتاعه الاوبجكت نفسه. ممكن نروح بالقلم على فكره ويعني نيجي هنا في الشادوز ونغير في حاجه بالظبط. لو رجعنا كده هنلاقي دي بالشكل ده كده، ونزلنا دي لتحت زي ما احنا شايفين، طلعنا دي فوق. افتكر كده الجايد او انتوا عرفتوا الجايد فين. لو احنا عملنا كده لو اشتغلنا هنا هنشتغل في الدنت اللي على الاطراف دي. اوب نرجع هنا كده شويه. جميل. لو عملنا كنترول دي للكيرف ده ريسيت خدنا كده اهو ده العكس، فممكن نشغل الاثنين مع بعض زي ما احنا شايفين. افتكر ان كده
الدنيا حلوة جدا جدا كمان يعني. طيب كده زي الفل هنا. بالمرة واحنا هنا عايزين نعمل كأنه ده مجرح او مشرخ خلاص. لو عملنا فكرة تانية على فكرة، لو رحنا خدنا دبل كليك وخدنا حاجة فيها شروخ، حاجة زي دي كده، وعملنا امبورت وخدنا دي فوق الادجستمنت تمام، كنترول الت اف عشان نعمل فت، ونعمل هنا انفرت بقت بالشكل ده، ونخلي البلند مود داركن تمام، ونروح للكومب بتاعتنا نشوف ايه اللي حصل. لو جينا عملنا هنا وشلنا الانفرت هنلاقيها بالشكل ده تمام. لو ضغطنا تي وعملنا الاوباستي حاجه بسيطه هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده تمام. مش عارف لو عملناها سكرين هيبقى الوضع ايه، افتكر الوضع اظرف بكتير اهو بسكرين و... إيه؟ ايوه هنلاقيها بالمنظر. عملنا بامب، عارفين البامب تيكتشر، عملنا احنا كده عملنا زي بامب. ممكن كمان كنترول واي ونعمل فراكتال نويز لو احنا عايزين نضيف اكسترا ديتيلز، ونحط فعلا فراكتال نويز، وفي الفراكتال نويز هنخلي برضو داركن هنلاقي بالمنظر ده. طبعا ممكن اقول له انفرت عادي جدا. انسب نوع بصراحه بدل البيزك الروكي، بيدي دنس شكلها حلو قوي. لو رحنا على السكيل وقللناه هناخد حاجه بالشكل ده، بس مش بالمنظر المبالغ فيه ده. نرفع البرايتنس فهناخد هناكل من ده حبه بالشكل ده كده. كونتراست لو قللناها هيهدى شويه. لو شلنا انفرت افتكر كده هيبقى ظريف. لو عايزين نعرف ده بيعمل ايه تحديدا هنقفل الفيور ده هنلاقيه بالمنظر ده كده. تمام زي ما احنا شايفين. طبعا لو علينا الكونتراست هنلاقيه بالشكل ده. حاجه حاجة مهمة، أنا عايز أشيل ده كده لا ده لازم انفرت بس شايفين الانفرت عمل ايه؟ عشان كده لما عملت داركن ما اندمجش قوي. طيب خلينا نعالج المشكلة دي نورمال، وهسولو ده دلوقتي RGB. طيب واضح ان التكستشر دي هتتعبنا معاها وهي متعبة اصلا. هقول له ريبليس فايل واخد مثلا تكستشر زي يعني في واحدة هنا كان فيها سكراتشز، تكستشر زي دي تمام. طب المفاجأة دي بقى، بصوا المفاجأة دي هنعمل لها حاجة حلوة أوي. احنا هنروح ناخد كيرفس كيرفس، أنا قلت إن هو استخدام صور في البتاع ده يعني هيبهدل شوية، بس حلو أوي 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 ده. وهنقلب دي لداركن. جميل جميل جميل. وأقول له انفرت بس خلاص، بس كده خلاص دي بقت مع دي. نيجي لدي بقى، ممكن حتى كمان التكتشر دي نعمل لها سكيل فنزود السكراتشز. اهم حاجة ان هي تغطي الكلمة بتاعتنا بس. طبعا الاوباستي عالية فانا هضغط تي وهاخد الاوباستي بتاعتها حاجة بسيطة قوي، وهنا تي وبرضو الاوباستي بتاعت دي
تنزل برضو حاجة بسيطة، الكونتراست هتعلى شوية والبرايتنس هتقل شوية لان انا قللت الاوباستي. وبكده لو رجعنا للمين هنلاقيها بالشكل ده، بس طبعا عايزة هنا نروح لدي ونهدي نهدي ده شوية بالمنظر ده. طبعا الاوباستي هنا ممكن نخليها 3، حاجة بسيطة قوي، فالدنيا تبقى ظريفة. هنا نفس القصة، هنا ممكن نخلي دي 20، فالدنيا هنا تبقى أظرف. طبعا انت عرفت التكنيك ظروفه ايه، فسهل انك انت بعد كده تطوعه زي ما انت حابب. طيب ده كده الانفايرومنت، كنترول دي، ونيجي على اللي تحت دي ونسميها اكسترود. الاكسترود انا مش عايز فيها لا الموشن تايل ولا عايز فيها كيرفز ولا عايز سي كلاس، عايز البهوات دول بس، هزود عليهم سي سي راديال بلر عشان ادي سمك بس. سكراتش لا، فيدنج زوم انت عايز تزق لورا، يعني انت بالسالب سالب 10 مثلا. بس عشان بصوا افكتات البلر كلها اعتبرها انها الفا، فعشان تقويها او عشان تخليها باينه قوي فانت محتاج انك انت تشتغل بالكيرفس بس مش على الار جي بي. البلر ما فيهوش ار جي بي لكن فيه الفا، تاخد الالفا كيرف ده وتقوم زقه قوي 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 كده اهو لغايه ما تلاقي بلر بقى بالشكل ده. بس طبعا طبعا الكلام ده من الكواليتي، لو رفعنا الكواليتي هنلاقي الدنيا بالشكل ده كده. تعالوا بقى نمشي الهايلايتس مع بعضها. لو رحنا ل سي سي جلاس من هنا، لو قللت دي كده فهتظبط الهايلايتس مع بعضها. طبعا ده ما فيهوش بقى ان احنا نعمل ديسبليس، ولو ان بصراحه ممكن يدي حاجه كويسه. يعني افتكر كده كويس. تمام، نيجي بقى للكالر كوركشن. هاجي على الار جي بي واسحب الار جي بي ده سنه كده لتحت ونرفع ده لفوق. يمكن هاجي على ده ومش عايز ديسبليس. كده اظرف اظرف كتير قوي. ولو غيرنا اتجاه اللايت افتكر هيبقى احسن كتير قوي قوي من الاول. نيجي للي فوق دي، ممكن نحط كيرفز وسنة كونتراست بحيث تبقى ايه اعلى اعلى من اللور. ده كده مش عايز اقول لكم هو كده الافكت كده الافكت خلص او تقريبا فعلا خلص. لو رحنا لللايت ده و هنا كده واللايت ده مثلا خدناه هنا كده ودخلناه لجوه سنة، عملنا AA وزودنا اللايت ده. ممكن كمان ان احنا نحط layer new light تاني، والمرة دي هحط barrel light وهخليه واخد orange color. اي نعم مفيش في الصورة orange بس مجرد look يعني. تمام، وهضغط بي.
لاني بحب احرك ده بالذات من من البوزيشن بتاعه عشان يتحرك حوالين الانكور بوينت. طبعا هضغط AA واللايت ده بقى بالظبط يعلى قوي بحيث يدي الكالر تينت ده. اضغط بي و زد. انا مش عارف ظروفه ايه بس افتكر ان هو كده كويس. خلينا فوق احسن. ده بارل اللايت. ممكن نفس اللايت ده اروح للاير لايت سيتنج وبدل بارل اقول له سبوت. تمام هيبقى بنفس الليله دي بس طبعا الكون كبير قوي فالانتنسيتي ماشي اما الكون انجل فده يتقفل يدوب على المكان اللي احنا عايزينه. افتكر الاضاءه تبقى اعلى لان هو اضاءته عاليه. ممكن نقول له انفرس كلامب ولو ان انا مقتنع ان الاثنين دول انا مش عارف ما بيعملوا حاسس ان ما بيعملوش حاجه يعني. و ده كده بحيث يجيب الكلمه ككل بس متهيألي هو اوفر قوي ف هنقلل الاضاءه بتاعت سنه. برضو افتكر ان الانفايرمنت لايت ده برضو اوفر شويه. الباك لايت برضو كان محتاج يهدى شويتين. لو رحنا للانفايرمنت ورحنا للموشن تايلينج زي ما قلنا عليها عامل كبير قوي 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 في شكل الريفلكتيفيتي يبقى شكله عامل ازاي. ولو احنا حركنا التايل سنتر دي كده ورحنا مثلا لفريم رقم 50 مثلا وزقناها كده مثلا وزقناها فوق مثلا لو جينا نشوف زيرو هنلاقيها بحاجة زي الشكل كده. خلصنا الدنيا بتاعتنا. لو احنا بسرعة 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 كده رحنا للانفايرومنت هقفل ده واروح للانفايرومنت بدل ما انا جايب دي هاخد مثلا حاجة زي دي واقوم عامل الت وريبليس هنلاقيها على طول. ابديتابل زي ما احنا شايفين. حاجه زي الدارك كلاودز عامل كده برضو اس صغر وهرجع للمين كومب هلاقيها بالشكل ده. فالجميل بصراحه في الموضوع ده ان هو فعلا فعلا اي باك جراوند هتلاقيه على طول ابديتابل مع الباك جراوند. لو رحنا في المين وعملنا الكل دي بقى كنترول شيفت سي تمام ودي سميناها مين فاينل تمام وكنا كنترول الت شيفت سي عشان نحط كاميرا 28 تمام مفيش مشكله ونروح نضغط 4 ونروح هنا نخلي دي اللاير دي 3 دي لاير. قبل اي حاجه نعمل كنترول الت واي وبعدين نحط افكت اليومتري كلر افكت مختصر للكيرفز. هقول له مثلا والله انا عايز بلو 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 مون تمام او بلو ستيل. حلو ممكن الانتنسيتي نقللها شويه خلاص وعلى طول هنروح للتايتل وهضغط بي عشان اجيب البوزيشن وهطلع اوبس كنترول زد الباك جراوند. هروح بسرعه للتايتل مين وهاجي على الباك جراوند واقفل الباك جراوند واروح لمين وهاخد الباك جراوند من هنا اللي هي افتكر 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 كانت دي واقوم ساحب دي حاططها هنا كده وكنترول الت اف كنترول الت اف عشان اعمل فيت اس اطلع ده بره شويه بحيث تبقى كده. افتكر هي كانت دي ماشي اس كده تمام. بعد كده هنخلي دي 3 دي لير هي كمان
بعد كده خلاص مفيش حاجة تاني، هاجي على الأخ ده وأجي على البي بوزيشن وأطلع البوزيشن ده لبره، تمام، وهضغط كي فريم وهمشي مثلا بتاع 30 فريم وهرجع البوزيشن لزيرو. لو جينا نبص هنلاقي حركتنا هتبقى بالمنظر ده كده. تمام، طبعا ممكن احط دبل كليك مش عارف هلحق ولا مش هلحق، واروح لاسيتس واروح لفيديو اسيتس واروح لبارتكلز واخد اي واحد من دول ولتكن رقم 3 وحطها هنا، وهخلي السكرين البلند مود بتاعها سكرين، تمام، بحيث تبقى بالمنظر ده كده، واشوفكم على خير.